الله الله والحمد لله، الله يا الله سبحان الله، الله يا الله والحمد لله، الله يا الله سبحان الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الصفة السادسة من الصفات السلبية وهي نفي المعاني والأحوال عنه. وذكرنا أن المعاني نفي المعاني أي الصفات الزائدة الوجودية هذه الصفات الوجودية الزائدة على الذات هذا هو معنى المعاني ولذا نحن ننفي هذه المعاني باعتبار انها زائدة على الذات وكذلك الاحوال حيث قلنا المراد من الاحوال هي الصفات الانتزاعية التي ادعوا انها ليست بموجودة ولا معدومة ومع ذلك هي قائمة بالله قياما حلوليا او قياما انتزاعيا. وقد ايضا بينا في البحث السابق اقسام القيام وقلنا ان القيام اما حلولي او ذاتي او وقوعي او صدوري. وايضا بينا الاقوال في المساله وذكرنا اربعه اقوال في المساله في مساله الصفات. وأيضا بينا الأدلة العقلية على أن الصفات الذاتية الثبوتية هي عين الذات وليست زائدة على الذات إلى أن وصلنا إلى ذكر بعض الروايات فلا بأس بذكر بعض الروايات الدالة على أن الصفات صفات الثبوتيه عين الذات وليست الزائده على الذات كما تدعي الكراميه والاشاعره من الروايات صحيحه محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام انه قال في صفه القديم انه واحد صمد احدي المعنى ليس بمعاني مختلفه قال قلت جعلت فداك يزعم قوم من اهل العراق انه يسمع بغير الذي يبصر ويبصر بغير الذي يسمع يعني هناك تباين بين الصفات وليست هناك عينيه بين الصفات بعض اهل العراق كما يقول يدعي بان ليس هناك عينيه بين الصفات نفسها وبين الصفات والذات. وانما هذه الصفات متباينه. قال فقال كذبوا والحدوا وشبهوا تعالى الله عن ذلك انه سميع بصير يسمع هذا هذا مثال للعينيه، هذا محل الشاهد للعينيه. يسمع بما يبصر ويبصر بما يسمع الروايه الثانيه عن ابي بصير قال قلت قال سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول لم يزل لم يزل الله عز وجل ربنا والعلم ذاته ولا معلومه والسمع ذاته ولا مسموعه والبصر ذاته ولا مبصرة والقدرة ذاته ولا مقدورة إذن هنا يبين أن هذه الصفات عين الذات وليست زائدة على الذات وأيضا من الروايات رواية الحسين بن خالد قال سمعت الرضا عليه السلام يقول لم يزل الله تبارك وتعالى عالما قادرا حيا قديما سميعا بصيرا فقلت له يا ابن رسول الله ان قوما يقولون انه عز وجل لم يزل عالما بعلم وقادرا بقدره وحيا بحياه الى ان يقول فقال عليه السلام من قال بذلك ودان به فَقَدْ اتَّخَذَ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى عالمًا بِعِلْمٍ أن يكون عالم بواسطة العلم بحيث يكون هذا العلم زائد على ذاته يقول من قال ذلك دان من دان بذلك فقد اتخذ مع الله آلهة أخرى وليس من ولايتنا على شيء ثم قال عليه السلام لم يزل الله عز وجل عالما قادرا حيا قديما سميعا بصيرا لذاته. وهناك ايضا روايات كثيره نعرض عنها. لا باس بان نطبق ما ذكره السيوري يقول: اقول ذهبت الاشاعره الى انه تعالى قادر بقدره، هذه القدره زائده على ذاته. وعالم بعلم هذا العلم زائد على ذاته وحي بحياه وقلنا ان الاشاعره يقولون بان الصفات الكماليه الوجوديه هذه المعاني هي صفات قديمه اولا وزائده ثانيا وقائمه به قياما حلوليا وقد ابطلنا كلامهم في السابق بأدلة عقلية إلى أن إلى غير ذلك من الصفات وهي كما يقول كما يقول الأشاعرة معان قديمة أولا زائدة ثانيا على ذاته قائمة بها بالذات ولكن هذا القيام قيام حلولي وقالت البحشمية أنه تعالى مساو لغيره من الذوات وممتاز بحالة تسمى الألوهية ذات الله سبحانه وتعالى مساوية مع باقي الذوات الممكنة والعياذ بالله وممتاز ولكن هذه الذات المشتركة مع الذوات الأخرى تمتاز بشيء تسمى الألوهية وتلك الحالة توجب له أحوالا أربعة. البهشمية هم من المعتزلة. وهي هذه الأحوال الأربعة وهي القادرية والعالمية والحيية والموجودية. قلنا هذه هي الصفات الانتزاعية التي ادعوا أنها لا موجودة ولا معدومة. ومع ذلك هي قائمة بالله قائمة بالموجود قياما حلوليا. هم ذكروا ان هناك واسطة بين الوجود والعدم يسمى الحال لذا يقولون بجواز ارتفاع النقيضين بواسطة الحال بواسطة هذا الأمر الثالث الذي يسمى الحال وقد أبطلنا كلامهم في البحث السابق والحال عندهم صفة لموجود هذه الحال أي العالمية مثلا هي صفة لموجود كزيد مثلا هي صفة له ولا توصف بالوجود ولا بالعدم ولا توصف بالوجود ولا بالعدم إذن هناك واسطة بين الوجود والعدم وهذا قطعا هو خلاف البديهة حيث قالوا بجواز ارتفاع النقيضين بواسطة الحال والباري تعالى قادر باعتبار تلك القادرية التي هي لا موجودة ولا معدومة وعالم باعتبار تلك العالمية التي هي لا موجودة ولا معدومة لا غير ذلك وبينا سابقا أن كلامهم خلاف الأوليات البديهية من استحاله اجتماع النقيضين واستحاله ارتفاع النقيضين وبطلان تلك الدعوه ضروري لان الشيء اما موجود او معدوم اذ لا واسطه بينهما وقالت الحكماء والمحققون من المتكلمين انه تعالى قادر لذاته عالم لذاته إلى غير ذلك من الصفات الكمالية الثبوتية وما يتصور من الزيادة من قولنا ذات عالمة وقادرة فتلك الأمور اعتبارية زائدة في الذهن لا في الخارج عندما نقول هذه الذات عالمة قادرة فما يتصور من الزيادة هذه الزيادة ليست زيادة في الخارج وإنما زيادة في الذهن، أي المفاهيم مختلفة ولكن المصداق واحد، هناك عينية في المصداق وإن اختلف في المفاهيم وفي المعاني، فتلك الأمور اعتبارية زائدة في الذهن لا في الخارج، في الخارج هناك عينية وهو الحق أي قول الحكماء وبعض المتكلمين المك... هو الحق لأنه لو كان قادرا بقدرة أو قادرية كما تقول البهشمية أو عالما بعلم كما تقول الأشعر أو عالمية كما تقول البهشمية إلى غير ذلك من الصفات لزم افتقار الواجب في صفاته إلى غيره أن الله سبحانه وتعالى يكون في مقام الذات خاليا من هذه الصفات الكمالية فيحتاج في تحصيلها إلى الغير وإن كان هذا الغير واجبا فيبطلها أدلة التوحيد كما ذكرنا أدلة التوحيد تبطل أن يكون غير الله واجب الوجود وإن كان ممكنا فمعناه أن الله سبحانه وتعالى يستكمل بالممكن والواجب من المستحيل ان يستكمل بالممكن لان الواجب اعلى والممكن ادنى والاعلى لا يستكمل بالادنى وذكرنا الادله على ذلك مفصلا لان تلك المعاني والاحوال مغايره لذاته قطعا وكل مفتقر الى غيره ممكن قلنا من لوازم الافتقار الامكان، الماهيه ثم الامكان ثم الاحتياج والافتقار. فالافتقار هو لازم الامكان، والامكان لازم الماهيه. اذا وكل مفتقر الى غيره ممكن، فلو كانت صفاته زائده على ذاته لكان ممكنا هذا خلف ما فرضناه من انه واجب الوجود هذا تمام الكلام في نفي المعاني والاحوال عنه طبعا هو لم يبين بشكل واضح بطلان الاحوال ولكنه ذكر انه ضروري البطلان باعتبار انه يلزم منه ارتفاع نقيضين، ولكن بين نفي المعاني بشكل مفصل وواضح. ثم الصفة السابعة إنه تعالى الصفة السابعة السلبية، إنه تعالى غني ليس بمحتاج. إنه تعالى غني وليس بمحتاج. نذكر في هذا المقام انه ما هو مفهوم الواجب واجب الوجود مفهومه ومعناه انه مستغن في وجوده عن الغير وجوده من قبل نفسه لم ياتي من قبل الغير خلافا للممكن الموجود حيث وجود الممكن اتى من قبل الغير وجوده وجود الممكن ثابت للممكن بالحيثية التعليلية أما وجود الله وجود الواجب ثابت له بالحيثية الإطلاقية ليست آتية من قبل الغير وإنما ثابت لها للذات بنفسه إذن معنى الواجب، واجب الوجود انه مستغنٍ في وجوده وذاته عن الغير، وحيث قلنا قبل قليل ان صفاته تعالى عين ذاته، فإذن يكون في هذه الصفات ايضا مستغنيا عن الغير، غير محتاج عن الغير، ثم نحن نقول هذا الغير إما هو ممتنع وإما هو ممكن. لو قلنا بأن الله سبحانه وتعالى محتاج إلى الغير، هذا الغير إما هو ممتنع وإما هو ممكن. فإن قلنا بأن الغير ممتنع هذا باطل، لأن الغير الممتنع هو غير موجود هو معدوم لا شيئية له العدم والممتنع لا شيئية له حتى يحتاج اليه، حتى تتعلق به الاحتياج. فإذا كون الغير ممتنعا باطل. وإذا قلنا بأن الغير ممكن فهذا معناه أن الله سبحانه وتعالى محتاج إلى الممكن. والمحتاج الى الغير كما ذكرنا ممكن وهذا خلف ما فرضناه من انه واجب والممكن كما هو واضح هو تابع لاراده الله وجودا وعدما وجود الممكن تابع لاراده وجود الممكن وعدم الممكن تابع لاراده عدم ايجاد الممكن فالممكن هو تابع لاراده الله سبحانه وتعالى. فلا يعقل ان يكون الله سبحانه وتعالى وواجب الوجود الذي هو متبوع يكون تابعا للممكن باعتبار احتياجه اليه. فاذا بطل ان الله سبحانه وتعالى محتاج الى غيره، بل هو الغني عن الغير. وايضا نقول المحتاج اليه اما هو واجب هذا الغير الذي يحتاج تحتاج هذه الذات الالهيه اليه هذا الغير ان كان واجبا فننقل الكلام الى هذا الواجب هل هو غني وليس بمحتاج او محتاج واذا كان محتاج ان كان واجبا فياتي نفس الكلام فيتسلسل وإن كان هذا الغير المحتاج إليه ممكنا فهناك يحصل الدور لأن الممكن هو الذي يفتقر إلى الواجب حدوثا كما ذكرنا وبقاء ولا عكسه وليس الواجب هو الذي يحتاج إلى الممكن حدوثا وبقاء بل بالعكس الممكن هو الذي يحتاج إلى الغير إلى الواجب حدوثا و بقاء هذا تمام الكلام في هذه الصفه فلا باس بان نطبق هذا المعنى يقول اقول السيوري يقول الفاضل السيوري يقول من صفاته السلبيه كونه ليس بمحتاج الى غيره مطلقا لا في ذاته ولا في صفاته وقد بينا باعتبار ان واجب الوجود مستغن في وجوده عن الغير، معنى واجب الوجود هو هذا. واذا كانت ذاته كما قلنا عين واذا كانت صفاته عين ذاته كما ذكرنا فاذا يكون في صفاته ايضا مستغنيا عن الغير. وذلك لان وجوب الوجود الثابت له معناه انه يقتضي استغناءه مطلقا عن مجموع ما عدا في ذاته وفي صفاته هو مستغن هذا هو معنى واجب الوجود فلو كان محتاجا الى غيره لزم افتقاره فيكون ممكنا الافضل ان يقول فلو كان محتاجا لزم امكانه، لان الافتقار والاحتياج بمعنى واحد، وان اختلف اللفظ هما مترادفان. فالافضل حذف الافتقار، فيقال: فلو كان محتاجا لزم امكانه. وليس لو كان محتاجا لزم افتقاره فيكون ممكنا. تعالى الله عنه بل الباري جلت عظمته مستغن عن مجموع ما عداه والكل كل ما عداه كل ما عداه رشحة من رشحات وجوده وذرة من ذرات فيض جوده هذا تمام الكلام في الصفات السلبية وبذلك يتم الفصول الثلاثة، الفصل الأول كان في إثبات واجب الوجود، الفصل الثاني كان في إثبات الصفات الثبوتية الكمالية، وأيضا ذكرنا بعض الصفات الفعلية كالتكلم، والفصل الثالث كان في الصفات السلبية، وكان آخرها أن الله سبحانه وتعالى ليس بمحتاج وأنه غني. هذا تمام الكلام في هذا البحث الفصل الرابع في العدل نذكر بعض المعاني والمطالب مقدمه هذا الفصل عقده السيوري لبيان كيفيه افعال الله سبحانه وتعالى من حيث الحسن والقبح فإذا هذا الفاصل عقد لبيان كيفية أفعاله تعالى من حيث الحسن والقبح وأن ما يصدر عن الله سبحانه وتعالى كله حسن لا قبح فيه هذا مسلم بالنسبة للإمامية إلا أن الأشاعرة يقولون شيئا آخر لازمه إثبات القبح إثبات صدور القبح والظلم من الله سبحانه وتعالى وسنبين ذلك اذا اذا الاماميه عقدوا هذا الفصل لتنزيه افعال الله سبحانه وتعالى عما يتوهمه الاشعري والاشاعره ولذا ترى خاج نصير الدين الطوسي في التجريد يبين أنه الفصل السابق عنونه بإثبات الصانع وصفاته إثبات الصانع وصفاته وهذا الفصل لم يعنونه بالعد وإنما عنونه بأفعال الله تعالى إذن هذا الفصل هو عقد لبيان حقيقه وكيفيه افعال الله ولكن من حيث الحسن والقبح ثم هذا الفصل سمي بالعدل ونحن نعلم ان العدل من اصول الدين ولكن ليس الامر منحصرا فيه العدل من الصفات الفعليه ولكن لاهميه العدل ولوقوع الخلاف الشديد فيه جعله في فصل مستقل عن باقي الصفات لأنه العدل قوام النظام به كما سنبين إذن لأهمية العدل ولوقوع الخلاف الشديد فيه فصله وميزه عن باقي الصفات وإلا كان من حق هذا الفصل أن يكون في الفصل الثاني كباقي الصفات الفعلية التكلم والصدق إلى آخره، على كل حال سمى هذا الفصل بالعدل لماذا؟ إما تسميةً للكل بإسم الجزء بإعتبار أن هذا الفصل لا يبحث فقط عن العدل وإنما يبحث عن أمور أخرى كالتكليف وغير ذلك. ولكن سمى هذا الكل باسم جزئه هو يبحث في اول المطلب عن العدل عن معنى العدل عن معنى الحسن والقبح ولكن هناك امور اخرى ايضا يبحث عنها متعلقه لازمه للعدل كالبحث حول الجبري والاختيار والبحث حول التكليفي الى غير ذلك فاذا سمى هذا الفصل بالعدل باعتبار تسميه الكل باسم الجزء او نقول من جهه إرادة الوسط الحقيقي من العدل وأن الله سبحانه وتعالى أفعاله منزهة عن الإفراط والتفريط هو معتدل يراعي المصلحة ليس في فعله عبث هو وسط في فعله لا إفراط فيه ولا تفريط قد قد يكون المراد من العدل وتسميته هذا الفصل بالعدل هو هذا المعنى ثم نقول الفرق بين هذا الفصل الذي يبحث عن العدل والفصل باحث عن صفاته الفعليه مع ان مع ان العد ايضا هو من الصفات الفعليه، فاذا ما هو الفرق بين هذا الفصل والفصل الباحث عن الصفات الفعليه، نقول البحث هنا عن افعاله صحيح عن صفاته الفعليه عن افعاله ولكن من حيث الحسن والقبح الحيثيه مختلفه، النظره واللحاظ مختلف، هنا نبحث عن افعاله تعالى من حيث الحسن والقبح وان افعاله حسنه وننفي القبح عن افعاله تعالى واما هناك في الفصل الباحث عن صفات الله الفعليه فالهدف هو اثبات اصل الفعل وكيفيته ومعناه اصل ان الله سبحانه وتعالى متكلم ام لا وكيفية هذا التكلم ومعنى هذا التكلم ولا نبحث عن هذا الفعل من حيث حسنه أو قبحه أو أنه قبيح أو حسن لا 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 نبحث من هذه الجهة فإذن النظرة وحيثية البحث أيضا مختلفة في هذا الفصل ثم نقول ما هو الفرق أيضا بين هذا الفصل الفصل في العدل والفصل السابق الباحث عن صفاته السلبيه الفرق هو ان البحث هناك والغرض من البحث هناك هو تنزيه ذات الله تعالى عن النقص ولوازم الامكان تنزيه ذاته اما في هذا الفصل فنحن نبحث عن تنزيه افعاله سبحانه وتعالى عن القبح واللغو والعبث. فإذا اختلف البحث، اختلفت الحيثية. هناك نبحث عن تنزيه الذات وهنا نبحث عن تنزيه الفعل عن القبح واللغو والعبث. إذا العدل هو مصدر أقيم مقام الاسم والمقصود منه المبالغة في وصفه تعالى بالعدل وانه عادل اي كثير العدل الله عدل اي كثير العدل اذا هذا هو ما اردنا بيانه مقدمة في الفصل الرابع في عدله تعالى واما المباحث الداخليه في هذا البحث فان شاء الله في البحث لاحق بإذنه تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم على محمد وال محمد